لماذا المزورون دائما محميون؟ وعندما تقدم اعتراضات للمحكمة الاتحادية أو للهيئات القضائية ليش ما يطلع الحرامي؟ بإذن مساء الخير أخي أستاذ نجم العزيز، الأخ والصديق العزيز، وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهديك الكرام. طبعا المادة اللي سألت بها الأخ العزيز أستاذ أحمد هي المادة 16 من الدستور العراقي، تنص على أنه الدستور يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الجميع المواطنين، وهذه مادة 16 من الدستور. بالنسبة لسؤال حضرتك، المشكلة الأساسية أستاذ نجم أن موقف القوى السياسية جميعها من التزوير ليس موقف مبدئي وإنما موقف مصلحي. يعني مو مبدئيين، مصلحة، يعني الكل من القوى السياسية يطمع في كعكة التزوير. إذا خرجت كعكة التزوير على نحو لا يتوائم مع ما كانوا يتوقعون من التزوير، حينها يبدأون بالاعتراض. وإلا القوى نفسها الطاعنة الآن، كان هناك تزوير في عام 2018 على نحو كبير، واعتراف باعتراف السياسي أنفسهم وباعتراف الجميع، لكن لم أحد يعترض. كنا قلائل، أنا وحضرتك وكم واحد نتكلم عن التزوير في عام 2018، والقوى لأنها فائزة كانت ما حد اعترض على التزوير، إلى الحد أنه رئيس الوزراء اللي هو بالسلطة كان آنذاك حيدر عبادي قال أنه ملايين الأصوات، شوف قال هو ملايين الأصوات أضيفت إلى نتائج انتخابات، لكن ما حد حضك. معنى ذلك أن الموقف من التزوير ليس موقف مبدئي، موقف انتهازي. هذا هو الموقف الصحيح للقوى السياسية. الآن حينما نتحدث عن ما جرى في عام في 2018 التزوير ومنهم المزورون، أحيانا الهدف السياسي أكثر من يعني الجانب القانوني، ولا يعني النصوص القانونية في كثير منها واضحة، لكنه الإرادة السياسية تتفوق على الإرادة القانونية غالبا. يعني شوف هذا التقرير اللي يتحدثون عنه، نعم، يعني أنا عشرات المرات والله وأنت موجود أنا وياك وسأل وأسألهم حتى في الجروبات اللي ويانا النواب، يابا القانون يقول ينبغي أن يكون هناك تقرير من الشركة الفاحصة يرفع إلى مجلس النواب، وينها؟ وين التقرير قبل الانتخابات؟ إجاكم؟ يقول لا ما إجانا. زين ليه ساكتين؟ ليش ما تطالبوها؟ كلها ساكتة، كلها خايفة.